يقول: كنت مقيما في جدة وحجيت عدة مرات متتالية، وبين الحجة والأخرى أؤدي العمرة، ولكني لا أطوف طواف الوداع. ولما أردت السفر إلى اليمن اعتمرت وطفت طواف الوداع، فهل طوافي هذا يجزئ عن مرات الحج السابقة التي حججتها بدون طواف وداع، أم يجب علي شيء آخر غير هذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للحج فإن طواف الوداع يجب فيه، وهو من آخر أعماله لقوله: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، نعم. فلو تركه الحاج وخرج من مكة إلى بلده أو موطن إقامته فإنه يجب عليه فدية إذا لم يرجع من مسافة قريبة ويؤديه، بل استمر في خروجه وسفره حتى بلغ مسافة قصر فأكثر، فإنه يجب عليه دم بتركه طواف الوداع. فعلى هذا، إذا كان قصدك أنك تحج عدة مرات وتخرج إلى مقر عملك في جدة بدون أن تودع بعد الحج، فإن عليك فدية عن كل مرة حججتها ولم تطف للوداع فيها، وذلك بأن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، فقراء الحرم. نعم. أما بالنسبة للعمرة، العمرة على الصحيح ليس لها وداع، وإنما الوداع من واجبات الحج فقط. نعم. بارك الله فيكم.